يدخل المنتخب الوطني مساء اليوم مواجهة مفترق الطرق أمام السعودية، إما أن يعلن أنه قادر على مواصلة الحلمة أو الإعلان أنه خارج الحسابات، لأن أي نتيجة غير الفوز على السعودية تعني أن المنافسة على الملحق نفسه ستصبح مستحيلة، وربما نغيب عن المونديال العربية والذي يقام لأول مرة في شبه جزيرة العرب. غيابات كثيرة لأسباب متعددة، إصابات بفيروس كورونا ستبعد عناصر أساسية في المنتخب، وإصابات أخرى بعيدة عن ذلك تجعل المنتخب في وضعية حرجة للغاية، والخيارات بسيطة لدى المدرب برانكو إيفانكوفيتش، وهو بالتأكيد يدرك صعوبة المهمة أكثر من غيره، لأن حلم مونديال آخر ربما يتبخر. وأي مونديال؟ إننا نتحدث عن مونديال يقام في أرض الجارة قطر، موعد استثنائي للغاية لا يمكن أن نفرط فيه مبكرا، لأن الحلم طال انتظاره، بل أنه تأجل لسنوات وعقود كثيرة، والجماهير لا تملك غير الانتظار. السعودية لم تخسر في المجموعة وتتصدرها بالعلامة الكاملة مع تعادل وحيد أمام استراليا.